السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ السنة الثالثة، أهلا بكم إلى هذا التمرين المتعلق بالطرح بدون إضافة. المسافة من عنابة إلى وهران هي 956 كيلومتر. وصل مسافر إلى أحد الأماكن وقرأ على لوحة وهران 240 كيلومتر. كان يمشي هذا المسافر في الطريق، قرأ على اللوحة هذه لافتة الطريق 240 كيلومتر تفصله عن وهران، أو قاتلو به يصل إلى مدينة وهران أو ولاية وهران. ما هي المسافة التي قطع هذا المسافر؟ استعملوا دائما دائما، نحاول نمثل معطيات. هذا المسافر انطلق من أي ولاية؟ لا أدري من أي ولاية. إذن من ولاية عناب. انطلق من عناب، انطلق من ولاية عناب. إلى أين يريد ينوي الوصول إلى وهران؟ ينوي الوصول إلى وهران. إذن المسافة من وهران إلى عنابة، من عنابة إلى وهران هكذا، المسافة من هنا لهنا عدنا كم؟ 956 كيلومتر. 956 كيلومتر. هذا المسافر مشى حتى مثلا وصل هنا، صاب لائحة. المسافة التي تفصله عن وهران، المسافة اللي بقاتلو باش يلحق لوهران، هي 240 كيلومتر. هذه المسافة التي بقيت له لكي يلحق إلى أو يصل إلى مدينة وهران. قاتلنا، مطلوب منا أن نجد المسافة التي قطعها. هذه المسافة نجدها كم تساوي؟ المسافة الكلية 956 كيلومتر. 956 قطع منها هو كم قطع؟ مانيش عارفين كم قطع، لكن بقي له 240، بقى له 240. في هذه الحالة هذه كم تساوي؟ هذا النتيجة تساوي هذه زائد هذه. 956 تساوي 240 زائد هذا المجهول اللي راه، زائد عدد المجهول. عدد المجهول كيفاش نخرجوه؟ نطرح 956 المسافة الكلية من المسافة المتبقية، نجد المسافة التي قطعها كما تشاهدون هنا. عملية الناقص. عملية الناقص. إذن دائما لا ننسى تساوي على اليسار تحت الناقص 6 - 0. كم تساوي؟ 6. 5 - 4. 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. أطرح منهم 4، نقلع منهم هذا وهذا وهذا وهذا، هادو أنزعهم، كم يبقى لي؟ 1. 9 - 2. 9 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. ناقص 2، أنقص منهم هذا
أوهي، كم بقي لي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة. إذن المسافة التي تفصله عن وهران هي، أو المسافة التي قطعها هي، المسافة التي قطعها هذا الراكب هي، نجيب دائما المسافة التي قطعها هذا المسافر هي 716، 716 كيلو متر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. وإذا نكتب هنا فقط العدد الذي وجدناه 716 كيلو متر، 716 كيلو متر. إلى اللقاء أعزائي في درس قادم.